بالنسبه للاسمنه الثمن مزيان، كلشي موجود. بالنسبه للخوخ كاينه 70 ريال 4 دراهم، بالنسبه للبطيخ كاينه 60 ريال 70 ريال، الجوده كاع 5 دراهم، التفاح 9 دراهم، بالنسبه للبنان 7.5 8 دراهم، كلشي موجود الحمد لله، خير موجود، السلعه موجوده. السلام عليكم، لقام بخبز زنابيل، سوق جمله مدينه قنيطره. من ناحيه الاثمنه الامور مزيانه، كلشي مزيان، موجوده كلشي، كاين طاطا كاين مطيشه كاين خيزو كاين الفلفله اللوبيا القرعه، كلشي موجود، خيزو غورجيت الاثمنه كاين عندك من 60 50، الطاطا كاين 40 30، خيزو عاوتاني كاين ب 800، الخيشه 600، والقرعه عاوتاني كاينه 60 80، فلفله ودنجال 80 70، مطيشه 1200 1300، كلشي الحمد لله الامور مزيانه. الدميع محمد، تاجر بسوق الجمله. المهم احنا من اللي بدات الجائحه ديال الفيروس، الخضره كاينه زعما موجوده بوفره، والاثمنه مناسبه، يعني ما كاينش واحد الغلاء ولا واحد الاحتكار ديال السلعه، ولا السلعه موجوده بوفره وكلشي كاين. المهم الحمد لله هادشي اللي الدوله ديالنا موفره لنا زعما بعد المخطط الاخضر وهادشي ديال الفلاحه وهادشي، راه الحمد لله. السلام عليكم، اسم المتشي عبد النبي، المسؤول عن المراقبه بسوق الجمله الخضر الفواكه بالقنيطره. كما تتشوفوا هنا هذه عمليات المراقبه في الباب تتم، وهذو هما الاوراق اللي كيطونس، اللي الا ما كانش عنده هذه الورقه هذه راه ما يمكنلوش يخرج. وهنايا كما تتشوفوا راه الحركه مستمره، يعني كل نهار كاين هذا المشكل عندنا ديال المراقبه. ونتمناو من الله في ظل الجائحه اللي كاينه نضيف الله هذا الوباء ان شاء الله. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.